استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. خلال اللقاء استعرض سموهما عددا من الموضوعات ذات الشأن الوطني والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد سموهما بما تحقق على صعيد المسيرة الوطنية من منجزات ومكتسبات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب جلالة الملك المفدى وبما تنعم به مملكة البحرين من أجواء استقرار وحريات مصانة وممارسات ديمقراطية تحظى برعاية ملكية سامية. أشاد سموهما بمستوى الوعي الوطني الداعم لكل ما يعزز من الوحدة الوطنية والرافض لكل ما يؤثر على تماسك النسيج المجتمعي. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لضمان استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق توجهاتها في دعم الاستقرار المالي وتعزيزه.